بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل رصيف يكون فيه ميل، بحيث لو في حد مع الكرسي المتحرك يقدر يمشي عليه بدون اي مشاكل خالص. خلينا ندخل هنا في ليفل 1 واقول له انا عايز ارسم من كومبوننت موديل ان بليس، واقول له فلور، واقول له اوكي، وابدا ارسم اكستروشن بالشكل دوت. خليها بقى مثلا 500 واقول له اوكي، وبعد كده هرسم واحد تاني واخلي ده مثلا من 500 ل 800 بالشكل دوت. عايز بقى اعمل النزول هنا، هو ممكن تتعمل باكتر من طريقة، تمام. خلينا مثلا اقول له ان انا عايز اعمل فويد. الفويد ده عبارة عن بليند، الفويد الجزء اللي تحت هيبقى بس ايه، حتة صغيرة كده من هنا لهنا مثلا، والجزء التوب هقول له انا عايز امشي اهو من هنا لهنا 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 بالشكل دوت، تمام. وممكن اعمل قطع هنا كده بسيط عشان اسهل عليه، وهقول له اوكي. بس لسه طبعا ايه، هظبط الحجم بتاعه، المقاس بتاعه، اجي هنا دوت اقول له ده مثلا ما كنا قلنا ده من 800 500، ده برضو نفس الكلام من 800 ل 500 بالشكل دوت، تمام. وهبدأ أطرح الشكل ده بالشكل دوت، فأجي هنا هقول له قط دوت من ده، نيجي نبص في 3D هيجي طلع معايا بالشكل دوت. وحتى لما تيجي تشوف ال annotate وتقول له spot elevation هتلاقي ده على 500، وهتلاقي دوت طالع معايا ب 800 وده على 500. فأنا عملت ميول بحيث لو ماشي بالعربية الكرسي المتحرك يقدر ينزل بدون أي مشاكل.